مبروك للنادي الأهلي البطولة المفضلة لكرة الطائرة رجال والفوز على نادي الزمالك الغريم التقليدي في الديربي كرة الطائرة بيفوز عليه بنتيجة 3 أشواط 3-0 بنتيجة أشواط 25-19 و25-15 و30-28 بنبارك لرجال الكرة الطائرة بجد آخر شوط لما كنا 24-19 هي دي روح النادي الأهلي كان النادي الأهلي خسران 24-19 وقدر اللعيبة تجمع نفسها ميدو مصطفي خد تايم اوت في وقت مهم جدا اتكلم على لعيبته ورجعهم في ارض الملعب فعلا ولا احلى ولا اروع من كده نجوم الكره الطايره فعلا ما شاء الله عليهم عملوا اخر 6-7 بونت حاجه عالميه يعني بنبارك لهم لهم الف مبروك اكتمال الثلاثيه دوري كاس وبطوله افريقيا الف مبروك للكابتن ميدو مصالحي الف مبروك لرجال الكره الطايره بقياده الكابتن عبد الله عبد السلام الف مبروك لاسره الكره الطايره في النادي الاهلي ومبروك للنادي الاهلي بطوله واضافه بطوله جديده لدولاب بطولات النادي الاهلي كابتن ممدوح رايك ايه في نجوم النادي الاهلي النهارده استعاده الروح في اخر 6-7 بونت حاجه عالميه بصراحه مبروك اولا لجماهير النادي الاهلي ومبروك للجهاز الفني ومبروك للاعبين فعلا مباراه كانت جميله جدا وشيقه بالذات في الشوط الثالث لما نادي الزمالك لقى نفسه خسران 2-0 كابتن حسام لعب كل الناس غير لعيبه اربعات غير محمد جبل لعب استلات قويه جدا في الشوط الثالث اشرف الحسن كان مميز جدا في الشوط الثالث بس للاسف انا مش عارف كابتن حسام طلعه ليه كانت نتيجه 13-9 نادي الزمالك متقدم هو حب يطول البلوك فنزل المحترف تاني كابتن محمد نزل عبد الله عبد السلام رغم حسام يوسف برضه وعامل ماتش من بدايه المباراه مباراه قويه ولعب متنوع زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره فريق النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي وكابتن عبد الله عبد السلام قدامنا مستنيين يستلموا درع الدوري كابتن ميدو مصلحي وضحكته خلاص بعد انتهاء المباريات الف مبروك لرجال الكره الطايره في النادي الاهلي اتفضل يا كابتن ممدوح يمكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت 24-19 جدية اللاعبين من أول مباراة كابتن محمد مصلحي حب يريح أحمد صلاح لأنه كان عنده شد من مباراة الجيش لعب أحمد سعيد في 2 كان متألق وكان نجم المباراة مع حسام يوسف مع لعيبة مركز 4 محمود رؤوف وأحمد عبد العال محمد عادل على الإرسال لما كانت نتيجة 24-19 وقدر بإرسالاته المتنوعة ان هو قدر وبلوك عالي قدر يرجع للمباراة تاني يمكن عبد اللطيف نزل في اخر نقطة وودى محمد عادل في 2 عشان يعلي البلوك فهنا كابتن محمد خبرة عالية جدا نهى المباراة كويس فمبروك للنادي الاهلي ومبروك للاعبين زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة كابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد الكرة الطائرة القائم باعمال رئيس الاتحاد وادي الدرع الدوري ده عندهم كاس احنا عندنا درع كبير بنقدمه ناصر شعبان كابتن ناصر شعبان الحكم الدولي كابتن ناصر شعبان رئيس لجنة الحكام مظبوط ورئيس لجنة الحكام هم متمثلين في أسرة الكرة الطايرة وهم المشرفين على الكرة الطايرة مجدي حافظ واستاذ مجدي حافظ كابتن ممدوح هو كابتن ممدوح يعني من الحكام القدام وليهم سبق كبير في مجال التحكيم تمام يعني زي ما احنا شايفين بيتحضروا لاستلام المركز الثالث لنادي طلائع الجيش مظبوط كده يا كابتن ممدوح طلائع الجيش ثالث ونادي الزمالك المركز الثاني ونادي الاهلي المركز الاول ما شاء الله على رجال الكره الطايره كابتن كريم ادي حكام المباراه قدامنا دكتور وائل انديل دكتور وائل انديل بيشوف وايمن الذهبي بالظبط بيسلموا على حكام المباراه عليهم بيدوهم جوائز اكيد حاجه مشرفه جدا للحكام اللي هم بيحضروا فاينل بطوله الدوري العام المصري لكره الطايره كابتن كريم تقول لنا رايك ايه في المباراه الجميله النادي الاهلي لعبها النهارده نجوم وابطال وبيحكوا تاريخ وبيسطروا تاريخ للنادي الاهلي في الكره الطايره طبعا انا بحب ابارك للجهاز الفني وللعيبه الرجاله يمكن المباراة بدأت عكس التوقعات تشكيل النادي الأهلي ان هو كابتن محمد مصلحي رايح عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وبدأ باحمد سعيد في مركز 2 ومحمود رؤوف واحمد عبد العال في مركز 4 يمكن الشوط الأول احنا كنا ماشيين ارسال موجه جدا على نادي الزمالك قدرنا ان احنا نفرق في السكور جدا وكان واضح في نادي الزمالك ضعف الاستقبال زي ما قلنا ان الارسال هو هيكون نقطة السر مكسب المباراة النهارده قدرنا نكسب الشوط الاول بفرق سكور كويس بفضل الارسالات الموجهه من لعيبتنا لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني برده كنا ماشيين نفس الكلام برده الارسال الموجه
لحد لما حصلت اصابه رضا هيكل قوه الضربه في نادي الزمالك في مركز 2. حصل دروب شويه في نادي الزمالك، هو كان عامل تغيير شويه في نادي الزمالك ان هو لعب مع محمد حسين اللي لعب مركز 4 كان بيلعبه في مركز الليبرو عشان يقوي الديفنس شويه، بس الحمد لله قدرنا في الشوط الثاني ان احنا نكسب الشوط 25-15. يمكن شويه في الشوط الثالث احنا بدانا الشوط فيه استهتار شويه، كان اول تقدم لنادي الزمالك كان 6-8 في الشوط الثاني. ادي نادي طلائع الجيش، بنبارك للكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني ورئيس جهاز طلائع الجيش بالمرديليا البرونزيه. اتفضل يا كابتن كريم. الشوط الثالث نادي الزمالك كان اول تقدم لنادي الزمالك كان 6-8 في الشوط الثالث. ده ادى ان ارسالاتنا كانت مش موجهه وكانت ضعيفه شويه، ونادي الزمالك عمل كذا تغيير قدر ان هو يرجع في المباراه ثاني، والسكور وصل 13-9 لنادي الزمالك. زي ما كابتن ممدوح قال، التغييره بتاعت اشرف ابو الحسن هي اللي رجعت النادي الاهلي في المباراه ثاني، وطبعا بقى في اخر المباراه روح الفانيله الحمراء زي ما بنقول هي فعلا رجعت، هي سر فعلا تفوقنا ان احنا قدرنا نرجع في المباراه 30-28. هايل كابتن ممدوح. النهارده شفنا ارسالات متنوعه بيضربوا من الجنب اليمين زي محمد عادل، من ناحيه الشمال محمود رؤوف، لكن محمد عادل في اخر ارسالات كان بيحط كره في التلت بالظبط. ده تعليمات من كابتن ميدو مصلحي مثلا ولا في تحليل معين لدفاع نادي الزمالك انه يحط كره في نص الملعب بالشكل ده؟ هو هنا استغل عمر عرابي، لان عمر عرابي كان بيلعب اوبزيت طول عمره، يمكن كابتن حسام لعبه في مركز 4. كابتن محمد عادل يمكن استغل النقطه دي ولعب عليه ارسالات مؤثره بتوجيهات طبعا من كابتن محمد مصلحي ومن احمد سعيد المحلل التقني. يعني هم كابتن بيقولوا لهم حط فين الكوره، لازم على لعيب، يعني لازم يكون مقصود تلعب على لعيب من اللعيبه دي. هو ميزه السكاوتنج هنا والمحلل التقني موجود ان هو عارف نسب اللعيبه بتاعه نادي الزمالك. ويمكن الفرق في مع نادي الزمالك برضه نزول عمر عرابي ونزول محمد جبل بيلعبوا ارسالات قويه جدا، ولعيبه بيبقى كل مدير فني محلل الفرقه الثانيه، كون ان عمر عرابي يلعب في ماتش زي كده ويرجعه حسام ويرجعه ويلعبه، هو كان قوه ضربه قويه جدا بارسالاته وبضرب الساحق، بس مشكلته ان هو طبعا كان استقباله مش عالي. فهنا النادي الاهلي استغل النقطه دي وحاول ينهي المباراه، وبالتالي برضه كابتن حسام طلع عمر عرابي في الاخر ونزل ابو السعود، لكن النتيجه كانت لصالح النادي الاهلي ونهوا الشوط ونهوا الماتش 3-0. الحمد لله. اكيد بنبارك النادي الاهلي ونقول نادي الزمالك هارد لك. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره تسليم ميداليات المركز الثاني لفريق نادي الزمالك. النهارده ضرب الارسال يا كريم كانت حاجه رائعه، واستقبال النادي الاهلي كان حاجه كويسه جدا، رايك ايه؟ اكيد طبعا، احنا في قبل المباراه قلنا ان الارسال هو هيكون كلمه السر في المباراه. فعلا قدرنا نبدا المباراه بارسال موجه على لعيبه مركز 4 في نادي الزمالك. طبعا ده يرجع للسكاوتنج الكويس اللي معمول قبل المباراه، قدرنا نطلعهم عن التركيز في الاستقبال. كان معظم الرفع عندهم في نادي الزمالك اوت اوف سيستم، قدرنا ان احنا نوقف نقاط القوه رضا هيكل في نادي الزمالك في كذا بلوك. الاستقبال في نادي الزمالك كان ضعيف، فما قدروش ان هم يعملوا لعب سريع كتير، فقدرنا ان احنا نخرجهم عن المباراه، واللعب كله كان اوت اوف سيستم زي ما قلنا. الارسال كان ليه عامل كبير جدا النهارده في ان احنا نسال على نفسنا المباراه، وده ادى ان حصل تغييرات كتيره في نادي الزمالك. يمكن شارك اكتر من 90% من لعيبه نادي الزمالك النهارده، ان هم حصل لهم دروب في الملعب، اللعبه كلها ما كانتش في حالتها بسبب ان احنا كنا ضاغطين عليهم بالارسال كويس جدا. تمام. كابتن ممدوح، راحت احمد صلاح نجمنا العالمي، عبد الله عبد السلام، عبد اللطيف عثمان، ميدو مصلحي بصراحه قلب واقف من اول المباراه ان هو يريح نجوم بالحجم ده، وما شاء الله وفي الاخر برضو بيفوز. مش هقدرش اقول من غيرهم ان هم كلهم تيم واحد وتيم قوي جدا، لكن بيريح نجوم النادي الاهلي وفي الاخر برضو 3-0 قدام نادي الزمالك. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره كابتن ممدوح، معلش، زي الاستاذ احمد عبد الدايم وكابتن ناصر شعبان بيوزعوا ميداليات المركز الاول والذهب لنجوم النادي الاهلي. محمد رمضان، طبعا احمد قد، عبد الرحمن سعودي، إراحة يوسف، أحمد سعيد. حسام يوسف ده قصة عايز أتكلم عنه يعني صراحة. كون إن هو بدأ النهارده بحسام يوسف، لأن الاتنين بصراحة يعني موجودين في النادي الأهلي الاتنين مع بعض قمة الظلم، إن هي ميزة للنادي الأهلي بس قمة الظلم ليهم، لأن هو كان عبد الله كان بيلعب في الجيش أساسي وكان حسام بيلعب في النادي الأهلي أساسي. كون إن هو عبد الله رجع للنادي الأهلي خبرة كبيرة جدا، بس وجود حسام بره أثر
في نفسيته وفي معنوياته ما شاء الله عليهم صح. بس ما شاء الله نجوم نجوم قدروا. لا بس عايزه ترد لي كابتن محمد يشبكهم هم الاثنين عليا تقول لي قلبه واقف ميدو مصلحي ان هو يريح نجوم بالحجم ده في مباراه فاينل دوري هو عارف ان هو كسبان. لكن يعني انت عندك كوكبه من اللاعبين كلهم خبره ما شاء الله كبيره جدا في اللعيبه بتاعه النادي الاهلي كلها اثبتوا انه فعلا من بدايه الموسم مفيش حد اساسي وحد احتياطي. مهم جدا خبره اللعيبه الموجوده ان نهت ثلاث بطولات لتاني موسم انجاز كبير في تاريخ النادي الاهلي والجهاز الفني والمجلس الاداره. او الجهاز الفني ابتدي يستلم اللي هو خالد ابو زينه كان عيان النهارده بس برضه روح النادي الاهلي خليته يروح للمباراه يقف مع فرقته مع انه كان تعبان بقاله ثلاث ايام ما بيتحركش بالسرير زي ما احنا شايفين قدامنا برضه بيستلم. هي دي روح النادي الاهلي يا كابتن. وحقيقي اللي هو خالد ابو زينه عامل شغل كويس مخلص اغلبيه الادريات للفريق النهارده في اكثر من كذا لاعب عندهم نزل البرد وبيتماسكوا وبيصمموا ان هم ينزلوا يلعبوا لان عارفين عايزين يفرحوا جماهيرهم. ففعلا رجاله كلهم اثبتوا جديتهم وتالقهم ويستاهلوا الثلاث بطولات والفوز بالثلاثيه. نبارك لهم على هذا الانجاز التاريخي في تاريخ النادي الاهلي. فعلا مبروك كره الطايره مفرحه الجماهير. مهم جدا ان احنا ندعم الفريق باستمرار. مهم جدا ان احنا نشتغل على الناشئين نعمل اجيال متواصله بحيث ان احنا ما فيش في يوم من الايام ما يبطل لعيب كبير يلاقي البديل باستمرار. مبروك مبروك مبروك. الله يبارك فيك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي. وادي فرحه الانتصار وفرحه الفوز وفرحه تحقيق ثلاث بطولات في سيزون واحد. عبد الله عبد السلام خلاص السيزون خلص بيضحك مبسوطين كل فرقته الجهاز حاجه رائعه بصراحه حاجه جميله. لحظه الانتصار نسيبكم معاها وترجعوا لنا مره ثانيه. من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي الف سد وعدي اقوم واطلع وهد جبال. انا الاسم بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان في ضهري ومن سنين اواني قلوب اديت كتير علشاني. انا لصان العشرة دهب مش عشرة ولا بهتان بدايتي وكانت كده لحظة لحظة جميلة قدامنا كابتن ممدوح كله بيشاوب رقم ثلاثة فرحة مفيش أحلى من كده. والجهاز وتعب السنين وتعب السنة كلها كل الجهاز بيتصور مع بعضيه فرحة فعلا يعني جميلة لفريق كرة الطائرة السنة دي. فعلا أمتعوا الناس كلها كانوا عند الميعاد عند حسن ظن الجميع ثلاث بطولات. هي اجمل حاجه في الدنيا النجاح. بص برضه اهي قدامنا ثلاثه برضه نجاح من جهاز فني على مستوى عالي لاعبين كوكبه من منتخب مصر كلهم فعلا النهارده اثبتوا ان مفيش حد احتياطي وحد اساسي. مهم جدا اللي حصل النهارده. فرحه للجماهير.